تعد اللغة العربية من أهم مكونات الهوية العربية، حيث عملت على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربية عبر الزمن. تعتبر من أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية. لذا كان الاهتمام الكبير لتلك الندوة التي عقدت بجامعة إفريقيا العالمية بحضور فخامة السفير السعودي، إذ عكست لنا ترسيخ العلاقات الأزلية بين البلدين. جزيلا على هذه المقابلة. كما لاحظتم التواجد الكثيف في هذه القاعة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، كان لنا محاضرة عن اللغة وأهمية اللغة وجهود المملكة العربية السعودية الداعمة لخدمة اللغة العربية ونشرها في الأوساط المجتمعية والأوساط العلمية. وكما تعرفون أن اللغة العربية نزل بها القرآن الكريم وأعطى لها قيمتها ومكانتها، واللغة العربية من اللغات العالمية ذات الثراء الواسع في ألفاظها ومحاسنها البديعية. والحمد لله نرى أن اللغة العربية السعودية تأخذ قسطا كبيرا من الاهتمام، ليس العربي وليس الإسلامي، وإنما على المستوى العالمي. وكما أشرت في المحاضرة أن المملكة العربية السعودية منذ السبعينات قامت بجهود كبيرة في مجال إدخال اللغة العربية في أطر منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة. والحمد لله اللغة العربية ثرية بمنجزاتها ومكنوناتها وبما لها من سعة في استيعاب المفردات الحديثة. الحضور كان بدرجة كبيرة من كافة أفراد المجتمع شيبا وشبابا، الأمر الذي إنما يدل على اهتمامهم وحبهم الكبير للغة الضاد، لغة القرآن الكريم. لا تلمني في هواها ليس يرضيني سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم سواها. الشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية. وحقيقة أنا كباحث يعني في هذا الإطار أذكر أو أشير إلى أن يعني لما أحد الخرطوم للغة العربية لغير الناطقين التي هي زينة على يعني مركز جامعة إفريقيا العالمية، كان من أول المبادرين بتأسيسها في عهد المرحوم الملك فيصل بريادة سعادة السفير عبد الله الملحوق سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم. وهناك يعني العديد من أفزاز الرجال الأفزاز بالمملكة العربية السعودية كانوا وراء هذا العمل، في مقدمتهم معالي الدكتور محمد عبد اليماني الذي كان يكتب يعني المقالات العديدة في جريدة الخرطوم، وأشار فيها إلى دور السوداني في تعليم اللغة العربية في العالم كله عبر معهد اللغة العربية لغير الناطقين وريادة السودان في مجال اللغة العربية. وأشار إلى دور أيوب صديق في المذيع أيوب صديق في إذاعة لندن وآخرين وآخرين، وإلى الكاتب الطيب صالح، وكان مغرم بالأدب السوداني لبعض الشعراء الأفزاز أمثال إدريس جماع. كون اللغة العربية هي لغة الضاد الحضارية فهي أداة للتعارف والتواصل بين ملايين البشر في شتى بقاع الأرض، كما إنها ثابتة بجذورها ومتجددة بخصائصها. لغة القرآن الكريم هي اللغة الأم، إذ تعتبر من أفضل اللغات التي تساعد على ترجمة الأفكار والأحاسيس، حيث حملت لنا أسمى المعاني لخلوئها من العيوب التي تؤدي إلى اندثار اللغات وزوالها عبر الزمن.